أستاذة مليكة، هي بتقول بتصلي وبتقول أذكار كتير جدا، لكنها أحيانا بتحب ترفه، تتفرج على دراما، تتفرج على أفلام، بعدين بتقول وبتسمع بعض الأغاني. فهي بتقول هل أنا كده الثواب بتاعي الترويح المباح جائز؟ زي ما دايما بنقول جائز بمراعاة الواجبات والحقوق، يعني مش المسلسل شغال او الاذان مثلا رفع وخلاص، العشاء المغرب مثلا رفع والعشاء كمان داخل وانا قاعدة اتفرج وسايبة صلاة المغرب، كده انا بضيع ما يجب علي الالتزام بيه. طالما انا برفه مش بضيع وقتي، مش طول النهار والليل بضيع وقتي، سواء على فكره دراما او اي شيء. في ناس بتقعد احيانا تضيع وقتها بالكلام مع بعض في غير اعتبار لقيمه الزمن والوقت اللي الانسان هيتحاسب على كل شيء امضاه في هذا الوعاء الزماني والمكان. فانت بترفهي عن نفسك لا مانع، بشوف شيء لطيف وشيء استفيد منه، دراما، سينما، اي شيء الانسان بيرفه عنه طالما انا محافظ على الواجبات ولا أنظر إلى أشياء تضرني في أمر ديني ودنياي. الأمور واضحة، والحلال بين والحرام بين يا صاحبة السؤال.